السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا بالجميع. في حالة بيعك للسيارة في أشياء لازم تتأكد منها، إن السيارة ما عليها أقساط، هذه واحدة مو مكتوبة أقساط، بالإضافة ما في أقساط بينك وبين البنك أو بينك وبين التسهيلات أو أحد الشركات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لازم يكون توقيعك مطابق في الملف في الإدارة العامة. في حالة بيعك للسيارة الملكية وكثير من المخالفات الشائعة اللي تصير، ألا وهي أن بعت السيارة والسيارة ما تحولت باسمه المشتري، فعلى أي سائق يبيع السيارة لازم تتأكد أن السيارة تحولت باسمه، ولا أي مخالفة أو أي حادث خطير بسيط راح تكون أنت المالك السيارة، أنت المسؤول عن ذلك. فلا تفهم من الجميع أثناء بيعهم السيارة يتأكد من هاي الإجراءات، وإلا أنت تتحمل المسؤولية. مو بس تبي تتخلص من السيارة والحمد لله افتكينا من السيارة، كذلك المشتري لازم يتأكد أن المركبة جاهزة على الاستخدام، على استخدام على شوارع البحرين. أتمنى كلامي واضح ويعطيكم العافية، ولاقيكم في فيديو آخر، وشكرا. عبد الخالق الخاجر.